السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضراتكم موجز الأخبار من تلفزيون السودان. أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2013 و2000 الذي أظهر واقع التطبيق الفعلي لتعديل بعض مواده بما يواكب مستجدات العصر ومطلوبات تحقيق الأمن والاستقرار بما يتماشى مع مقتضيات حسن تنظيم العمل بالقوات المسلحة، سيما الجوانب المتصلة بالإجراءات القانونية التي تحكمها. كما أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون خدمة الاحتياط والتعبئة لسنة 2013 و2000 الذي يتم بموجب إنشاء قوات خدمة الاحتياط يتم الإشراف عليها بواسطة مجلس المختص. حدد القانون سلطاته وصلاحياته، كما حدد واجبات خدمة الاحتياط وآلياتها. وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون الخدمة الوطنية لسنة 2013 و2000 ومشروع قانون الدفاع الشعبي لسنة 2013 و2000. وجاء هذان القانونان في إطار مبادئ دستور البلاد الانتقالي واستجابة لموجهات الأمن والدفاع في الاستراتيجية الشاملة بهدف إعطاء الفرد والمجتمع الإحساس بالمسؤولية والانتماء والمساءلة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في حالة السلم والحرب، ولغرس قيم الجهاد لتلبية متطلبات المرحلة السياسية والأمنية للبلاد. استعرض قطاع الحكم والإدارة في اجتماعه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح خطط المجلس القومي للدفاع المدني لخريف العام الحالي، قدمها وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، حيث ارتكزت الخطة على محاور أساسية للتوقعات والتدابير الاحترازية بجانب الدعم والإسناد وإعادة التعمير. وشدد القطاع على دعم مشروعات الاستنفار عن بعد لتوفير البيانات الدقيقة حول التوقعات. وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بوضع آليات تهدف لنهضة القطاع الزراعي بالقضارف، وذلك بعقد شراكة إنتاجية بين المزارعين والجهات المعنية دعما لزراعة الآلية والاقتصاد القومي. جاء ذلك لدى اجتماعه مع اتحاد مزارعي ولاية القضارف. وتطرق اللقاء لمشاكل القطاع الزراعي بإيجاد تنظيم مؤسس للمنتجين لاستيراد المدخلات الزراعية. من جانبه أكد وزير الزراعة الاتحادي دكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي حرص الوزارة على تجاوز المشاكل التي تواجه الزراعة الآلية بالمنطقة وإيجاد حلول فيما يتعلق بالتمويل والسداد واستيراد الآليات. وأكد رئيس اتحاد مزارعي القضارف كرم الله عباس أن تنفيذ البرنامج الثلاثي الاقتصادي خاصة في محاصيل الصادر بوضع التسهيلات اللازمة للنهوض بالعمل الزراعي. إلى هنا ينتهي موجز الواحد صباحا، شكرا على متابعتكم. مزيد من الأخبار تجدونها في موقعنا الإلكتروني sudantv.net، كما يمكنكم متابعة البث الحي على الموقع ذاته. تحياتي والفريق العامل، وإلى اللقاء.